السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواتي الكرام، مرحبا بكم في قناه مطبخ داري. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وجبه سهله في التحضير وكتجي هائله، وهي الدجاج معمر، او انا غادي ندير غير شرائح ديال صدر الدجاج كما غادي تلاحظوا معايا. غادي نديرهم بالشعريه الصينيه. إذا إيه عجبتكم الوصفة ما تنسوش أنكم تابونا فلاشين باش توصلوا جديد الوصفات، كذلك ما تنسوش أنكم تدعموني بري لايك ديالكم. فعلى بركة الله، كما قلت لكم هنا أنا غادي نستعمل غير شرائح الدجاج أو شرائح صدر الدجاج أو الديك الرومي، يعني نتوما اختاروا الكمية اللي بغيتيو على حسب أفراد العائلة ديالكم. فإذا كان أفراد العائلة ديالكم بزاف، ممكن أنكم تديروا دجاجة أو جوج على حسب الكمية معمرين، وان شاء الله في شي عرض الى جاب الله غادي نديرها ونوريكم الطريقه. فانا دابا كنوري لكم غير الطريقه للناس اللي عايشين يعني بشويه بهم في الدار، يعني ماشيش بزاف. كما قلت لكم هنا عندي شرائح صدر الدجاج، عندي فص من الثوم مبشور، ملعقتان من البقدونس وملعقه من القزبر يعني مقطع او مبشور، عندي زيتون اخضر، عندي طريف ديال الحامض مصيل وشويه ديال الماء كما كتلاحظوا ديال الحامض. الا ما كانش عندكم هذا الماء هذا يعني ما بقاش متوفر عندكم في القرعه، شريتيو الحامض هكاك من الحانوت، فعصروا شويه ديال الحامض. وعندي هنايا الشعريه الصينيه كما كتلاحظوا اللي صوبتها في الماء المغلى، ودابا خليتها كتستى. غادي نحتاج قليل من زيت الزيتون، وفي التوابل او البهارات غادي نحتاجو ملح، فلفل اسود، وفلفل احمر، وزنجبيل، و كنظن هادشي. على بركه الله غادي نبداو في طريقه التحضير. غادي نوضع البقدونس والقزبر، كما قلت لكم ملعقه كبيرة، قطرات من زيت الزيتون يعني ما يعادل تقريبا ملعقتان كبيرتان فقط، نوضع التوابل، ندير الملح يعني الملح حسب الذوق بطبيعة الحال على حسب الكمية، ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر، ملعقة صغيرة من الكركم أو الخرقوم، رأس ملعقة من الفلفل الأسود، يعني ديروا على حسب الذوق ديالكم، فأنا ما كنقويش منه بزاف وفي أكثر الأحيان كنصغنا عليه، وملعقة من الزنجبيل كما كتلاحظوا معي. وهذو هما البهارات يعني اللي اكتفيت بهم. غادي نخلط الكل مع فص مبشور من الثوم، غادي نضيف الحامض، بالنسبة لهذا الطرف هذا غادي نقطعو اللي درت هنا، نقطعو مربعات صغيرة، كما قلت لكم إلا ما كانش عندكم داك الماء ديال الحامض مصيل، يعني إلا ما كنتوش كتصوبوه في الدار، فعصرو شوية ديال الحامض، يعني الحامض اللي طري. أو العصير نصف ليمونة، نزيد شوية زيت الزيتون باش يتخلطو ليه المكونات، بهذا الشكل هذا. غادي نضيف الزيتون، وغادي نقطع الحامض. اخواتي كما كتلاحظوا معايا، فانا قطعت الشعريه كما كتشوفوا،
انا هنايا درت علبه صغيره من فئه 100 غرام، فاش صوبتها في الماء كما كتلاحظوا فاش درتها هنايا راني تقطعتها. دابا غادي نشدو هكا شرائح الدجاج وغادي نصوبوهم في شرموله كما كتلاحظوا. بهاد الشكل هذا وغادي نخليهم، يعني خليهم المده اللي بغيتي، ولا كنتو مزروبين فانا غادي تجبدكم هاد الوجبه هذه نصف ساعه فقط، يعني غادي تخليوها تقريبا واحد 5 ديال الدقائق ولا 10 ديال الدقائق تشرب الدجاج يشرب شرموله، وغادي تدخلو وغادي يعني غادي ديرهم في الكوكوط باش غادي يتبخروا. انا هنايا غادي نخليهم واحد شويه يعني تدخلوا شرموله ونعاودوا نطلقوا. اخواتي كما كتلاحظوا معايا هنا من بعد ما خليته واحد شويه يعني شرب داك الشرموله، دابا غادي نوضع الدجاج كما كتلاحظوا معايا هو الاول، غادي نخليه تقريبا واحد يعني واحد 15 دقيقه وعاد غادي نضيف له الشعريه ونعاودوا نتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديالو النهائي. اخواتي كما كتلاحظوا فان بعد ما طاب الدجاج كما كتلاحظوا معايا، بسم الله، يعني كتقلبوه كتلقاوه طايب، كتهزوه كديروه في الطبسيل اللي غادي تدخلوا به، غادي يعني تدخلوا للفران وغادي توضعوا الشعريه في الكسكاس على هذا الشكل هذا. عفوا على هذا الشكل هذا، وغادي نشدو المدة جوج ديال الدقائق، جوج دقائق ونعاودو نطلقو. أخواتي كما كتلاحظو فان بعد ما يعني شديت عليها كما قلت لكم واحد جوج ديال الدقائق، دابا غادي ندخلهم الفرن باش غادي يتحمرو ونعاودو نطلقو باش نشوفو الشكل ديالهم النهائي. اخواتي كما كتلاحظوا معايا فهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا، كتجي على هذا الشكل هذا، يعني الدجاج كيجي محمر كما كتلاحظوا، كيجي هائل كما كتلاحظوا معايا وفتي. وبالنسبه للشعريه كذلك، فنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش تصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني بلي لايك ديالكم. ونهايه الوصفه دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.